متوقع مين يتوقع رد الفعل؟ شوف رد الفعل، مين يتوقع انها تروح بالحلاوه؟ اه بص يا كابتن، بص يا كابتن، لا 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 حاجه يعني جميلة. محاوله. وعلى فكره التكنيك بتاعه بتاع الكوره يقول لك لبس رجله، بس التكنيك بتاع التكنيك بتاع بتاع الهاني مش عنده الرياكشن بتاعه ضعيف. وبعدين يعني الهاني بتخش في كور اقل من دي، جاي تحمله مسؤوليه دي يا كابتن، بخش في حاجات اسهل. لا بس بص يا كابتن، كابتن طاهر، بص المدافعين بتوع الاتحاد قد ايه بيتفرجوا كلهم. بص الاتحاد يبدو في اللقطه دي يا كابتن فاروق وكانه يائس، وكانه كسبان بيحافظ على مكسب او يائس. اه بص دي 1 2 3 4 5 6 7 7 8 لعيبه، 8 لعيبه بيدافعوا بس كرة في مقتل. مش ده الاتحاد طبعا. في الثالث طبعا سموحه النهارده حقق فوز والفوز الثاني على التوالي.